أهم الأخبار بدقيقتين. الموارد تكشف عن تسلم العراق نصف حصته المائية وتؤشر تدني واردات الفرات. أهالي جيزان الشلف الخالص يقطعون طريقا دوليا احتجاجا على تردي الخدمات. الربع رسول كاظم يحصد فضية بمنافسات كأس العالم للبارالمبياد في جورجيا. أطلقت وزارة الكهرباء حملة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع بواقع 15 يوما للمرحلة الأولى. بيان ذكر أن الحملة تشمل بعض مناطق بغداد والمحافظات، مما يضمن استقرار التيار وتقليل القطاعات المتكررة ونصب محطات ومحولات وأعمدة ومد أسلاك الضغط العالي والواطي. قال المتحدث باسم وزارة الموارد خالد شمال للعراق لا يتسلم سوى نصف حصته المائية من دول الجوار، ووصف شمال واردات دجلة بالمقبولة، لكنه عد واردات الفرات متدنية، لافتا إلى أن الحكومة لديها التزام بالحفاظ على الأهوار والعمل على بقائها ضمن لائحة التراث العالمي. محتجون من أهالي جيزان الشلف الخالص شمالي ديالى يقطعون طريق بغداد كركوك احتجاجا على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء ونقص الخدمات وتردي الخدمات. وطالب المحتجون بإيجاد حلول لمشاكلهم المستمرة عبر إنجاز المشاريع الخدمية في منطقتهم وتأمين الخدمات الأساسية لها من دون تلكؤ. أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب تسلمها أكثر من 5 ملايين طن من الحنطة، مبينة أن عمليات التسليم ما تزال مستمرة. بيان للشركة ذكر أن هناك 700,000 طن متبقية من العام الماضي في السيلوات، متوقعة ارتفاع إنتاج الحنطة بمقدار 2 مليون طن عن العام الماضي. حصل الرباع البارالمبي رسول كاظم على الوسام الفضي في منافسات بطولة كأس العالم المقامة في جورجيا والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس. بيان للاتحاد رفع الأثقال البارالمبي ذكر أن الرباع كاظم بذل جهودا حثيثة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استمرار الدعم والرعاية لكل الأبطال البارالمبيين للظفر بمزيد من النجاحات. تابع منصات يو تي في على مواقع التواصل. إلى اللقاء. We'll be right back.